جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا عن حكم استعمال المرأة المعتدة والمحرمة للزعفران. الزعفران ليس من الطيب، استعماله في القهوة أو في غيرها لا يعتبر من الطيب، لكن لا تضعه المرأة على بدنها أو على ثيابها، لكن أن تشربه مع القهوة أو مع شراب آخر فلا أرى مانعا من ذلك. الحمد لله.